أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. أعلن حسام البدري المدير الفني للأهلي قائمة من 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة مصر المقصة في الدوري في 7 مساء غد الأحد على استاد القاهرة. وضمت القائمة كل من محمد الشناوي، شريف إكرامي، ورمضان مصطفى، وأحمد فتحي، وأيمن أشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، وعمر السولية، وحسام عاشور، وعبدالله السعيد، وجونيور أجاييه، وميدو جابر، ووليد أزارو، ووليد سليمان، ومحمد هاني، وهشام محمد، وكريم ندفد، وإسلام محارب، ومروان محسن، وصالح جمعة، وأحمد حمودي، وصبري رحيل. عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع اللاعبين قبل بدء مران الفريق اليوم السبت. وشرح البدري خلال المحاضرة نقاط القوة والضعف لدى فريق مصر المقصة ليستغلها اللاعبون في مباراة الغد. وللمزيد من التفاصيل حول استعداد الفريق للمباراة ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل قناة الأهلي محمد سعيد. محمد أهلا بيك. أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي. يا ريت تطمنا وتطمن الجمهور في البداية على استعدادات الفريق لمباراة الغد. يعني منذ لحظات قليلة الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي أنهى استعداداته لمباراة مصر المقصة غدا بإذن الله على استاد القاهرة الدولي. الجهاز الفني كما يعني ذكرت منذ قليل أعلن القائمة واختار 22 لاعب لهذه المباراة والدخول في معسكر مغلق، لكن بالطبع انضمام صالح جمعه هو ابرز الاخبار في مساله اعلان القائمه خاصه بعد غيابه خلال الفتره الاخيره، لكن بيعود للقائمه بالتاكيد احمد فتحي وعبد الله السعيد وعدد من اللاعبين اللي كان الجهاز الفني فضل راحتهم خلال الفترات السابقه، ايضا وجود سعد سمير في هذه القائمه بعد راحته في مباراه طلاء الجيش وتحديدا عقب مباراه السوبر. اذا الجهاز الفني بيستعد بشكل جيد جدا لهذه المباراه وحصد 3 نقاط، خاصه ان فريق مصر المقصه منذ فتره قريبه جدا في احدى المباريات المؤجله فاز على الاهلي في ملعب الجيش بالسويس. التدريب بدا النهارده متاخرا حوالي الساعه 3:30 عصرا، متاخر نتيجه ان الكابتن حسام البدري والجهاز المعاون كان عامل محاضره فنيه استمرت حوالي ما يقرب من 35 دقيقه داخل غرفه خلع الملابس، لكن بمجرد ما نزل اللاعبين لارضيه الملعب الكابتن حسام تحدث ايضا مع اللاعبين، ويمكن كابتن سرد حفيظ مدير الكوره ايضا تناول اطراف الحديث مع اللاعبين. وكان التدريب النهارده بيتسم في شيء ايجابي وشيء جيد، ان كان في ابتسامات وفي استعداد معنوي وحاله فنيه وحاله معنويه جميله جدا بين الجهاز الفني واللاعبين استعدادا للمرحله القادمه. حتى التدريب الجهاز الفني يمكن عمل النهارده شيء ايجابي انه عمل فقره ترفيهيه في التقسيمه الجماعيه وكانت مدتها حوالي ربع ساعه لعب الكره باليد، لكن الجهاز الفني كان شارط على اللاعبين في التسديد على المرمى بالقدم في نهايه الهجمه، وده جزء تدريب تخصصي الجهاز الفني عمله مع اللاعبين. اولا مساله الاجهاد وتوالي المباريات، وفي نفس الوقت يخرج باللعيبه من حاله الضغط العصبي وضغط المباريات في التوقيت الحالي، وبينوع في شكل التمرينه وبينوع
بشكل التقسيمه اللي اختتمت في النهايه بتقسيمه بين فريقين الجهاز الفني، يعني كان بيطبق فيها بعض الجمل الفنيه. في نهايه المران كان في تدريب على الضربات الثابته، وكابتن حسام اصطحب حوالي 6 لاعبين، علي معلول واحمد فتحي واحمد حمودي وصالح جمعه وعبد الله السعيد واحمد حمدي، للتسديد على الركلات الثابته والتسديد على الضربات الثابته على مرمى محمد الشناوي. تألق بشكل كبير في تمارين النهارده وليد ازارو المهاجم المغربي، وايضا شريف اكرامي اللي شارك في جزء من التقسيمه والمران. كل اللاعبين شاركوا في المران ما عدا محمد نجيب اللي لسه بيأدي تدريباته التأهيليه، خاصه انه كان تعرض لاصابه في العضله الضمه خلال الفتره الاخيره، لكن بيقترب خلال الايام القادمه ان شاء الله للعوده للمران الجماعي. ايه محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا. تلقى النادي الأهلي اليوم السبت خطابا رسميا من اتحاد الكرة يخبره فيه بتعديل ملعب مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري في الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز. ووفقا لخطاب اتحاد الكرة فإن المباراة سوف تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية بدلا من استاد الإسكندرية في 4 فبراير في 5:15 مساء. أكد وكيل أعمال اللاعب الدولي التونسي علي معلول مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن معلول لم يتلقى أي عرض من أي أندية إنجليزية للرحيل في الانتقالات الشتوية الحالية. وأضاف وكيل معلول في تصريحات صحفية تونسية أن اللاعب تركيزه الوحيد مع الأهلي وأن قرار رحيله أو استمراره في يد إدارة ناديه. وكانت صحف إنجليزية قد أشارت إلى وصول عرض رسمي للنادي للتعاقد مع معلول مقابل 3 مليون جنيه استرليني. وصل محمد نجيب مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي أداء تدريباته التأهيلية على هامش الميران المسائي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ويعاني لاعب من شد في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج علاجي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل. وغاب نجيب عن مباريات الأهلي أمام الزمالك في القمة الأخيرة ومن بعدها السوبر أمام المصري وطلائع الجيش في الدوري. والآن إلى فاصل قصير ونتابع نشرتنا الرياضية.